السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. فاليوم إن شاء الله سنتعرف على بعض الصفات التي نستعمل لوصف الأشخاص باللغة الفرنسية. صفات لوصف الأشخاص بالفرنسية، فلنبدأ على بركة الله. فالصفة الأولى لعنا ذكي وذكية، فكل صفة سأذكرها بالمذكر يعني المشكلة والمؤنث الفيمينة. ذكي intelligent ذكية intelligent في المؤنث نضيف e intelligent. طموح ambitieux فهنا ت ننطقها ب s ambitieux. طموحة ambitieuse. لطيف جونتي فهنا ال لا ننطقها، نقول جونتي. ولطيفة جونتي. كريم جينيرو كريمة جينيروز. سعيد heureux سعيدة heureuse. صريح franc فهنا سي لا ننطقها، نقول franc. صريحة franche. فضولي curieux فضولية curieuse. صبور passion صبورة patiente. جاد sérieux jade sérieuse. anide têtu anida têtu. نفس النطق، الاختلاف هو كنضيفو او في الفيمينا. دونك têtu. ممل ennuyeux momilla ennuyeuse. Mousselli amusant moussellia amusante. Majnoun fou majnouna folle fou folle. Savage naïf savage naïve. Asabi nerveux asabia nerveuse. Anik élégant anika élégante. Mouhoub talentueux mouhouba talentueuse. Chérir méchant chérira méchante. Waqih grossier waqiha grossière
grossière, grossier, grossière. Nashit, actif, actif. Nashita, active, active, actif, active. Riyadi, sportif, sportif. Riyadiya, sportive, sportive, sportif, sportive. Mobidje, créatif, créatif. Mobidja, créative, créative, créatif, créative. Kassoul, paresseux, paresseux. Kassoula, paresseuse, paresseuse, paresseux, paresseuse. Haris, attentif, attentif. Haris, hein? Attentive, attentive. فبالنسبة للاتنتيف كتعني حريص فطن منتبه يقظ كلها كتعني اتنتيف وايضا حريصة او فطنة او منتبهة او يقظة اتنتيف اتنتيف ظريف مينيون مينيون ظريفة مينيون مينيون فبالنسبة أيضا المينيون كتعني ظريف وسيم لطيف كلها كتعني مينيون وأيضا مينيون ظريفة وسيمة لطيفة دونك كتعني مينيون 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 خطير دونجورو دونجورو خطيرة دونجوروز دونجوروز دونجورو دونجوروز مؤذب بولي بولي مؤذبة بولي بولي فنفس النطق غير بولي في المؤنث أو الفيمينا كنضيفو أ قاسٍ كرويل كرويل قاسية كرويل 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 مستقل indépendant indépendant mustaqilla indépendante indépendante indépendant indépendante anif turbulent turbulent fa turbulent كتعني عنيف مشارب او متمرد turb او عنيفه او مشاربه او متمرده هي turbulente turbulente turbulent turbulente متسامح tolérant tolérant متسامحة tolérante tolérante tolérant tolérante الان غنمروا لبعض الصفات اللي كنستعملوهم مع المذكر والمؤنث يعني مع الماسكولين والفيمينا نفس الصفة كنستعملوها مع الفيمينا والماسكولين مثلا خجول او خجولة كتعني تيميد تيميد يعني تيميد كنستعملوها مع الماسكولين كنقولو خجول ومع الفيمينا كنقولو خجولة نتمنى يكون واضح لكم دونك خجول او خجولة تيميد تيميد منافق او منافقة hypocrite 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 anani ou ananiya égoïste 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 mahboub ou mahbouba aimable 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 mutawadi' ou mutawadi'a modeste 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 صادق او صادقه sincère 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 حساس او حساسه sensible 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 متفائل او متفائله optimiste 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 متشائم
أو متشائمة. بيسيميست بيسيميست بيسيميست. غبي أو غبية. ستوبيد ستوبيد ستوبيد. شريف أو شريفة. أونيت أونيت. دونك يعني شخص اللي هو شريف صادق أمين وفي نزيه كيتسمى بالفرنسية أونيت. فبالنسبة لأونيت كنستعملوه مع المذكر والمؤنث، يعني أيضا كنقولو شريفة أو نزيهة صادقة أمينة وفية إتسيتيرا. اجتماعي أو اجتماعية. سوسيابل سوسيابل سوسيابل. هادئ أو هادئة. كالم كالم كالم. واقعي أو واقعية. رياليست رياليست رياليست. متحمس أو متحمسة. انتوزياست انتوزياست انتوزياست. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتكونوا تعرفتوا على بعض الصفات اللي كنستعملوا لوصف الأشخاص باللغة الفرنسية. فنتمنى تشاركوا الدرس مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. ونتلقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله.